بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. نواصل اليوم أبنائي الأعزاء مشوارنا في الاستعداد للامتحان الوطني، ونبدأ اليوم فقرة الدوالي العكسية. وتوخيا لفائدة أفضل، وتفاديا السقوط في درس يعج بالتعاريف والخاصيات الجافة، فقد ارتأيت أن تأخذ الحصة شكل تمرين يعطينا كل سؤال فيه فرصة للرجوع إلى فقرة معينة من المقرر. أتمنى أن يكون اختياري موفقا ويحرز نهجي الغاية المنشودة. التمرين الأول، نعتبر الدالة العددية F لمتغير حقيقي المعرف بما يلي: F لx تساوي القيمة المطلقة لجوج x عامل واحد ناقص ln x إذا كانت x أكبر قطعا من صفر، و f لx تساوي exponential x ناقص واحد ناقص جوج في جذر مربع لواحد ناقص exponential x إذا كانت x أصغر من أو تساوي صفر. السؤال الأول، ادرس اشتقاق واتصال f عند النقطتين صفر و e. يعطينا هذا السؤال فرصة الرجوع إلى الطريقة التي ندرس بها اشتقاق واتصال دالة معينة في نقطة معينة. يقول التعريف: تكون الدالة F متصلة في النقطة X0 إذا وفقت إذا كانت نهاية الدالة F عندما تؤول X إلى X0 تساوي F لX0. ونستعمل هذا التعريف إذا كانت الدالة في التمرين معرفة بصيغة جبرية واحدة، أما إذا كانت معرفة بصيغتين جبريتين أو ما يسمى بالدالة المعرفة بمجالات، وهو ما نواجهه في هذا التمرين، فإننا ندرس الاتصال على يمين النقطة ثم على يسار النقطة ونستنتج اتصال الدالة في النقطة. فتكون F متصلة على اليمين في X0 إذا وفقت إذا كانت نهاية الدالة F على يمين X0 تساوي F لX0، وتكون F متصلة على اليسار في X0 إذا وفقت إذا كانت نهاية الدالة F على يسار X0 تساوي F لX0، وإذا كانت F متصلة على اليمين وعلى اليسار في X0 فذلك يكافي أن F متصلة في X0. وهذه الطريقة هي التي سوف نعتمدها في هذا التمرين. إذن نعتبر الدالة F وهي دالة كما قلنا معرفة بمجالات، ففي المجال صفر زائد ما لا نهاية مفتوح F لX تساوي القيمة المطلقة لجوج X عامل واحد ناقص ln X، وفي المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق فإن F لX تساوي exponential X ناقص واحد ناقص جوج في الجذر المربع لواحد ناقص exponential X. إذن فلدينا نهاية الدالة F على يمين صفر هي النهاية على يمين صفر للقيمة المطلقة لجوج X عامل واحد ناقص ln X، فيمين صفر يعني أننا نشتغل في المجال صفر زائد ما لا نهاية مفتوح، وF لصفر تساوي صفر ونحسبها بالصيغة الثانية لأن صفر ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق. يعني ذلك أن نهاية الدالة F على يمين صفر هي النهاية على يمين صفر للقيمة المطلقة لجوج X ناقص جوج X ln X. لماذا قمنا بالنشر؟ لأن الحساب المباشر لهذه النهاية يعطينا شكلا غير محدد، فنهاية واحد ناقص ln x على يمين صفر هي زائد ما لا نهاية، ونهاية جوج x على يمين صفر هي صفر، وصفر في زائد ما لا نهاية شكل غير محدد. لذلك قمنا بالنشر حتى نتجاوز هذه العقبة. إذن فعلى يمين صفر نهاية جوج x هي صفر، و x ln x نهايتها هي صفر لأنها نهاية اعتيادية، أي أن نهاية F على يمين صفر تساوي صفر وF لصفر تساوي صفر. إذن نهاية F على يمين صفر تساوي F لصفر، وحسب القاعدة فإننا نستنتج أن الدالة F متصلة على اليمين في صفر. وننتقل إلى دراسة الاتصال
على يساري صفر. لدينا نهاية الدالة F على يسار صفر هي النهاية على يسار صفر لـ exponential x ناقص واحد ناقص جوج في الجذر المربع لواحد ناقص exponential x، وهو تعبير الدالة على يسار صفر، و F لصفر تساوي صفر. يعني الحساب المباشر يعطينا يعني مباشرة قيمة هذه النهاية، فـ exponential صفر تؤول على يسار صفر إلى واحد. إذن نهاية f لـ x على يسار صفر تساوي f لصفر. ونستنتج أن f متصلة على اليسار في صفر. وبما أن f متصلة على اليمين في صفر ومتصلة على اليسار في صفر، فحسب التكافؤ الأخير إن الدالة f متصلة في صفر. وانتهت دراسة الاتصال في صفر، لننتقل إلى دراسة الاتصال في E. إذن لندرس اتصال F في E، وبنفس الطريقة نعتبر الدالة F، ثم لدينا نهاية F لX عندما تؤول X إلى E، هي النهاية عندما تؤول X إلى E للقيمة المطلقة لجوج x عامل واحد ناقص ln x. لماذا اخترنا هذا التعبير؟ لأن العدد e عدد موجب قطعا وينتمي إلى المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، و f ل e تساوي صفر، ونحسبها أيضا بنفس الصيغة. إذن يؤدي الحساب المباشر إلى قيمة هذه النهاية، ln e عندما تؤول x إلى e فln x تؤول إلى واحد، وجوج x تؤول إلى جوج e، إذن جوج e في صفر تساوي صفر. إذن نهاية الدالة f لx عندما تؤول x إلى e هي f ل e، وهذا يعني أن الدالة f متصلة في e. لندرس اشتقاق f في صفر. تقول القاعدة، نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق في العدد x0 إذا كانت النهاية لـ f لx ناقص f لx0 على x ناقص x0 منتهية، يعني أن حساب هذه النهاية يعطينا عددا حقيقيا. هذه النهاية المحصل عليها تسمى العدد المشتق للدالة f في x0، ويرمز له بالرمز f بريم لx0. بطبيعة الحال نستعمل هذه الخاصية إذا كانت الدالة معرفة بصيغة جبرية واحدة. أما إذا كانت معرفة بصيغتين جبريتين، إحداهما على يسار النقطة x0 وثانيهما على يمين النقطة x0، فإننا ندرس الاشتقاق على يمين وعلى يسار هذه النقطة. فنقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على اليمين في x0 إذا كانت النهاية لـ f لx ناقص f لx0 على x ناقص x0 على يمين x0 منتهية. هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على اليمين في x0، ويرمز له بالرمز f بريم أدروات دو x0. نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على اليسار في x0 إذا كانت نهاية f لx ناقص f لx0 على x ناقص x0 على يسار x0 منتهية. هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على اليسار في x0، ويرمز له بالرمز f بريم أغوش دو x0. ثم نستنتج اشتقاق الدالة في النقطة، فتكون دالة f قابلة للاشتقاق في x0 إذا كانت قابلة للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار في x0، وكان العدد المشتق على يمين x0 مساويا للعدد المشتق على يسار x0. إذن لدينا النهاية على يمين صفر لـ f لx ناقص f لصفر على x ناقص صفر هي x، إذن على يمين صفر نستعمل الصيغة الأولى للدالة،
فتصبح النهاية هي النهاية على يمين صفر للقيمة المطلقة لجوج إكس عامل واحد ناقص إلين إكس على إكس. وهذا يعني بعد أن نلاحظ أن إكس على يمين صفر هي موجبة، وبالتالي يمكن أن نعتبر إكس في المقام هي القيمة المطلقة لإكس، فنختزل بإكس فتصبح النهاية المطلوبة هي النهاية على يمين صفر للقيمة المطلقة لجوج عامل واحد ناقص إلين إكس. إذا كانت إكس تؤول إلى صفر يمينا فإلا إلين إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وبالتالي واحد ناقص إلين إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية مضروب في اثنان يعطينا زائد ما لا نهاية. ومنه فإن F غير قابلة للاشتقاق على اليمين في صفر لأن النتيجة التي حصلنا عليها ليست منتهية حسب القاعدة. لدينا النهاية على يسار صفر لF لX ناقص F لصفر على X تساوي النهاية على يسار صفر لإكسبونونسيال x ناقص واحد ناقص جوج في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال x على x. الحساب المباشر لهذه النهاية يعطينا شكلا غير محدد صفر على صفر، فنعيد صياغة هذا التعبير على الشكل التالي فتصبح النهاية هي النهاية على يسار صفر الإكسبونونسيال إكس ناقص واحد على إكس لكي نظهر نهاية اعتيادية، زائد جوج في إكسبونونسيال إكس ناقص واحد على إكس، لاحظ أن الإشارة السالبة هنا قد اختفت لأن إكسبونونسيال إكس ناقص واحد عدد سالب وقد أظهرناه هنا حتى نتمكن من تجاوز الشكل غير المحدد، وبالتالي النهاية على يسار صفر لإف لإكس ناقص إف لصفر على إكس هي زائد ما لا نهاية، ومنه إف غير قابلة للاشتقاق على اليسار في صفر. وبما أن إف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في صفر وإف غير قابلة للاشتقاق على اليسار في صفر، فإن إف غير قابلة للاشتقاق في صفر. وننتقل إلى دراسة الاشتقاق الدالة F في النقطة E. نلاحظ أن التعبير واحد ناقص ln x يغير إشارته حسب موقع x بالنسبة لـ E، لذلك فالنهاية على يمين E لF لx ناقص F لE على x ناقص E تساوي النهاية على يمين E للقيمة المطلقة لجوج x عامل واحد ناقص ln x على x ناقص E. يعني أن النهاية على يمين E لF لX ناقص F لE على X ناقص E تساوي النهاية على يمين E لجوج X في ln X ناقص واحد على X ناقص E. نلاحظ أن X على يمين E تعني أن ln X أكبر من واحد، وبالتالي واحد ناقص ln X عدد سالب فقيمته المطلقة هي مقابله. وفي هذا التعبير نلاحظ أن النهاية على يمين E لln x ناقص واحد على x ناقص e هي العدد المشتق لدالة ln عند e أي واحد على e، فتصبح النهاية على يمين e لf لx ناقص f لe على x ناقص e هي واحد على e في النهاية على يمين e لجوج x. ومنه فالنهاية على يمين e لf لx ناقص f لe على x ناقص e تساوي اثنان وهي نهاية منتهية أي أن النتيجة تنتمي إلى R، فنستنتج أن F قابلة للاشتقاق على اليمين في E والعدد المشتق على يمين E هو 2. لدينا النهاية على يسار E لF لX ناقص F لE على X ناقص E هي النهاية على يسار E للقيمة المطلقة لجوج X عامل 1 ناقص ln X على X ناقص E على يسار E ln x أصغر من واحد، وبالتالي واحد ناقص ln x عدد موجب، فتبقى القيمة المطلقة لهذا العدد مساوية لهذا العدد.
النهاية على يسار أ ل F ل X ناقص F ل أ على X ناقص أ هي النهاية على يسار أ لناقص جوج X في إلين X ناقص واحد على X ناقص أ. بنفس الطريقة النهاية على يسار أ لإلين X ناقص واحد على X ناقص أ هي العدد المشتق على يسار أ لدالة اللوغاريتم النفيري، فتصبح النهاية هي النهاية لناقص جوج أ على واحد على أ، أي أن النهاية على يسار أ لإف لي إكس ناقص إف لي أ على إكس ناقص أ تساوي ناقص جوج وتنتمي إلى R. ومنه نستنتج أن F قابلة للاشتقاق على اليسار في أ، والعدد المشتق على يسار على اليسار لأ هو ناقص جوج. وبما أن العدد المشتق على يسار على اليسار لأ يخالف العدد المشتق على اليمين لأ، فإن الدالة F غير قابلة للاشتقاق في أ. وننتقل إلى التأويل الهندسي لهذه النتائج. فهناك جدول يلخص العلاقة بين النتائج التي نحصل عليها في حساب نهاية معدل التغير F ل X ناقص F ل X0 على X ناقص 0 والتأويلات الهندسية لكل نتيجة. عليكم أن تحفظوه عن ظهر قلب، وسوف نستعمله للإجابة على السؤال. فالنتائج المحصل عليها: النتيجة الأولى هو أن الدالة F متصلة في النقطة 0. هندسيا معنى ذلك أن المنحنى الـ F لا ينقطع في النقطة ذات الإحداثيات 0 0. والنتيجة الثانية المحصل عليها أن الدالة F متصلة في النقطة E، وكذلك يعني هذا أن المنحنى الـ F لا ينقطع في النقطة ذات الإحداثيات E 0. النتيجة الثالثة: F غير قابلة للاشتقاق على يمين 0، ويعني ذلك أن المنحنى يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى على يمين 0. النتيجة الموالية: F غير قابلة للاشتقاق على يسار 0، ويعني ذلك أن المنحنى يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل على يسار 0. ثم F قابلة للاشتقاق على يمين E، يعني أن المنحنى يقبل نصف مماس مائل معادلته Y تساوي 2X ناقص 2E على يمين E. F قابلة للاشتقاق على يسار E، يعني أن المنحنى يقبل نصف مماس مائل معادلته Y تساوي ناقص 2X زائد 2E على يسار E. F غير قابلة للاشتقاق في E، معناه أن النقطة ذات إحداثيات E 0 نقطة مزوات. وانتهى السؤال الأول. يقول السؤال الثاني: احسب نهايات الدالة F عند محدات الـ F، ثم ادرس الفروع اللانهائية للـ F. إذا نأخذ تعبير الدالة F، نلاحظ أولا أن مجموعة تعريف الدالة أي الـ F هي المجموعة A أو المجال ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا سوف يكون حساب النهايات عند ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية. لدينا نهاية الدالة F بجوار ناقص ما لا نهاية هي النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لـ exponential x ناقص 1 ناقص 2 في الجذر المربع لـ 1 ناقص exponential x، وهي صيغة الدالة في المجال المغلق ناقص ما لا نهاية 0. يعطينا الحساب المباشر لهذه النهاية النتيجة التالية: نهاية F بجوار ناقص ما لا نهاية ناقص 3، لأن exponential x بجوار ناقص ما لا نهاية تؤول إلى 0، فنحصل على هذه النتيجة. التأويل الهندسي لهذه النتيجة: المستقيم الذي معادلته y تساوي ناقص 3 مقاطع أفقي لمنحنى الدالة بجوار ناقص ما لا نهاية، ولدينا نهاية الدالة F بجوار زائد ما لا نهاية هي النهاية بجوار زائد ما لا نهاية للقيمة المطلقة لجوج إكس
عامل واحد ناقص ln x، وهذا هو تعبير الدالة بجوار زائد ما لا نهاية. يعطينا الحساب المباشر لهذه النهاية زائد ما لا نهاية، فبجوار زائد ما لا نهاية ln x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وبالتالي واحد ناقص ln x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وجوج x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، والجداء يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، والقيمة المطلقة لناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. لنحسب النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf x على x. النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf x على x هي النهاية بجوار زائد ما لا نهاية للقيمة المطلقة لجوج x عامل واحد ناقص ln x على x، بجوار زائد ما لا نهاية x عدد موجب، ويمكن اعتبار x هي القيمة المطلقة لـ x، فيمكن أن نختزل بـ x، فنحصل على أن النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf x على x هي النهاية بجوار زائد ما لا نهاية للقيمة المطلقة لجوج عامل واحد ناقص ln x، وهذا يعطينا أن النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf x على x تساوي زائد ما لا نهاية. إذن بما أن نهاية الدالة f بجوار زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، والنهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf x على x هي زائد ما لا نهاية، فإن المنحنى يقبل فرعا شلجميا موجها بمحور الأراتيب بجوار زائد ما لا نهاية. وانتهى السؤال الثالث. يقول السؤال الثالث: أدرس تغيرات F وأنشئ المنحنى CF، حيث أن منظم المتجه E يساوي منظم المتجه G يساوي جوج سنتيمتر. إذن نعتبر صيغتي الدالة F. إذن لدراسة تغيرات F علينا أولا أن ندرس اشتقاقها في كل مجال. فلكل X من المجال ناقص ما لا نهاية صفر، F قابلة للاشتقاق كمركب وكمجموع دوال قابلة للاشتقاق، وF بريم لX هي إكسبونونسيال X ناقص واحد ناقص جوج في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X بريم، مشتقة إكسبونونسيال X هي إكسبونونسيال X، مشتقة ناقص واحد هي صفر، ومشتقة ناقص جوج في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X هي إكسبونونسيال X على الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X. أما المجال صفر زائد ما لا نهاية فهو عبارة عن اتحاد لمجالين صفر E و E بلس لانفيني، لأن التعبير جوج X عامل واحد ناقص ln x تتغير إشارته حسب موقع x بالنسبة لي. إذن فf بريم لي x هي جوج x عامل واحد ناقص ln x بريم، فنحصل على جوج عامل واحد ناقص ln x ناقص جوج وهي ناقص ln x. أما لكل x من المجال e بلس لانفيني فf بريم لي x هي ناقص جوج x عامل واحد ناقص ln x بريم، فنحصل على ln x. نستنتج جدول التغيرات التالي: ففي المجال ناقص ما لا نهاية صفر، f بريم دي x هي exponential x زائد exponential x على الجذر المربع لواحد ناقص ln exponential x، وهذا عدد موجب مهما تكون قيمة x في هذا المجال. نلاحظ أن الدالة غير قابلة للاشتقاق في صفر، لذلك وضعنا عارضتين هنا. أما في المجال صفر E مفتوح فF بريم لي x هي ناقص ln x، نلاحظ أن إشارة ln x تتغير حسب موقع x بالنسبة لواحد، فإذا كانت x محصورة بين صفر وواحد فln x سالب، وبالتالي ناقص ln x موجب، وبالتالي f بريم لي x موجب. وفي المجال واحد e ln x موجب
ناقص ln x سالب، وبالتالي f بريم x سالب. الدالة غير قابلة للاشتقاق في E، وفي المجال E بلس لانفيني f بريم x هي ln x، وبما أن x أكبر من واحد فإن ln x موجب، وبالتالي f بريم x موجب. فنستنتج تغيرات الدالة على الشكل التالي. ففي المجال ناقص ما لا نهاية صفر، اتحاد صفر واحد، الدالة تزايدية من ناقص 3 إلى 2 مرورا بصفر. وفي المجال 1 E الدالة تناقصية من 2 إلى صفر. وفي المجال E بلس لانفيني الدالة تزايدية من صفر إلى زائد ما لا نهاية. وننتقل إنشاء المنحنى باستعمال البرنامج جيوجبرا. فيما يلي ننشئ التمثيل المبياني للدالة F. ففي المجال ناقص ما لا نهاية صفر، المنحنى يقبل المستقيم الذي معادلته Y تساوي ناقص 3 قاربا أفقيا، وشكل المنحنى في هذا المجال هو كالتالي. أما في المجال صفر E فالتمثيل المبياني للدالة F هو ثم في المجال E بلس لانفيني التمثيل المبياني للدالة F هو كالتالي. نلاحظ أن المنحنى يقبل مماسا عموديا موجها نحو الأعلى في النقطة صفر صفر، ومماس موجه نحو الأسفل في نفس النقطة، يقبل مماسا مائلا في النقطة E صفر، وكذلك على يمين النقطة. في النقطة ذات الإحداثيات 1 2 فهو يقبل مماسا أفقيا، السؤال الرابع، بين أن الجي قصور الدالة F على المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق تقابل من ناقص ما لا نهاية صفر مغلق نحو مجال جي يجب تحديده، ثم أحسب جي موانزا لX لكل X من جي. ما معنى أن تكون دالة معينة عبارة عن تقابل؟ معناه أنها تقبل دالة عكسية. فكيف نبرهن على أن دالة جي تقبل دالة عكسية؟ تقول الخاصية، إذا كانت F دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال E فإن F تقبل دالة عكسية معرفة من المجال F لE نحو المجال E، ويرمز لها بالرمز F موانزا. بمعنى لكي نبرهن على أن الدالة F تقبل دالة عكسية أو أنها تقابل، فعلينا أن نبين أنها متصلة ورتيبة قطعا على هذا المجال. في المجال ناقص ما لا نهاية صفر، وبما أن الدالة G هي قصور للدالة F فإن G لX تساوي F لX، وF لX في المجال ناقص ما لا نهاية صفر هي إكسبونونسيال X ناقص 1 ناقص 2 في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X. نلاحظ أن هذه الدالة متصلة على مجال تعريفها كمركب وجد ومجموع دوال متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر. فالجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X ومركب دالتين، ناقص 2 في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X فهو جذاء دالتين متصلتين، ثم في النهاية إكسبونونسيال X ناقص 1 ناقص 2 في الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونونسيال X هو مجموع دالتين متصلتين. لذلك نقول إن الدالة G متصلة على مجال تعريفها كمركب وجذاء ومجموع دوال متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر.
وبما أن الجي هي قصون للدالة F، فمعنى أن تغيرات الدالة الجي هي نفسها تغيرات الدالة F. وانطلاقا من جدول تغيرات الدالة F، فإننا نستنتج أن الدالة الجي تزايلية قطعا على نفس المجال. وبالتالي فإن الدالة الجي تقابل، وعليه فهي تقبل دالة عكسية الجي موانزا معرفة على مجال الجي، بحيث المجال الجي هو المجال المفتوح يسارا ليميت أو نهاية جي لإكس على يسار ناقص ما لا نهاية وجي لصفر. نهاية جي لإكس بجوار ناقص ما لا نهاية هي نهاية اف لإكس نفسها، والجي لصفر هي اف لصفر. إذن المجال جي هو المجال المفتوح يسارا ناقص 3 صفر. لنحسب إذن جي موان زان لإكس، فلكي نحدد صيغة جي موان زان لإكس نسلك الطريقة التالية. نستعين بالتكافؤ التالي: F موان زان لX تساوي Y تكافئ F لY تساوي X، على أساس أن X تنتمي إلى صورة المجال E بالنسبة لنا G، وY تنتمي إلى المجال. ثم نحدد Y بدلالة X، فنستنتج صيغة F موان زان لX لكل عنصر X من F لX. لتكن X عنصر من المجال ناقص 3 صفر، وهو مجال تعريف الدالة الجي موانزا، و Y عنصر من المجال ناقص ما لا نهاية صفر، وهو مجال تعريف الدالة الجي. جي موانزا لX يساوي Y يكافئ أن جي لY تساوي X. جي لY هي اكسبونسيال y ناقص 1 ناقص 2 في الجذر المربع ل 1 ناقص اكسبونسيال y وتساوي x، وتصبح هذه معادلة المجهول فيها هو y. نضرب طرفي المتساوية في ناقص 1 فنحصل على 1 ناقص اكسبونسيال y زائد 2 في الجذر المربع ل 1 ناقص اكسبونسيال y زائد 1 تساوي ناقص x زائد 1. نلاحظ أن الطرف الأول للمتساوية عبارة عن متطابقة هامة، وهي بين قوسين الجذر المربع لواحد ناقص إكسبونسيال Y زائد واحد أس 2 تساوي ناقص X زائد واحد. نركب بالجذر المربع طرفي المتساوية، فنحصل على أن الجذر المربع للجذر المربع لواحد ناقص اكسبونسيال y زائد واحد اس 2 هي الجذر المربع للجذر المربع لواحد ناقص اكسبونسيال y زائد واحد لانه عدد موجب، والطرف الثاني الجذر المربع لناقص x زائد واحد. وبما ان x تنتمي الى ناقص 3 صفر، فان ناقص x زائد واحد عدد موجب، وبامكاني ان نضعها داخل تحت الجذر. ثم ننقل زائد واحد الى الطرف الايمن، فتصبح الجذر المربع لواحد ناقص اكسبونسيال y تساوي الجذر المربع لناقص x زائد واحد ناقص واحد. نرفع طرفي المتساوية إلى الدرجة الثانية وننقل واحد إلى اليسار، فنحصل على اكسبونسيال y تساوي واحد ناقص بين قوسين الجذر المربع لناقص x زائد واحد ناقص واحد أس 2. ثم نركب بدالة لوغاريتم النبيري، فنحصل على y وتساوي اللوغاريتم النبيري لواحد ناقص بين قوسين الجذر المربع لناقص x زائد واحد ناقص واحد أس 2. وعليه فلكل x من المجال المفتوح يسارا ناقص 3 صفر، جي موان زان لx هي اللوغاريتم النبيري بين معقوفتين واحد ناقص بين قوسين الجذر المربع لناقص x زائد واحد ناقص واحد أس 2. انتهى السؤال وانتهى التمرين. ولدي هذه الهدية، هي كيف ننشئ منحنى الدالة الجي موان زان باستعمال البرنامج جوجيبرا. إذن لإنشاء التمثيل المبياني للدالة العكسية حفظنا فقط
في الشكل على الدالة جي التي تعتبر قصور الدالة اف في المجال ناقص ما لا نهاية صفر. وأنتم تلاحظون أن هذا المنحنى يقبل مقاربا أفقيا معادلته y تساوي ناقص 3 بجوار ناقص ما لا نهاية. نحن نعلم أن التمثيل المبياني للدالة جي والتمثيل المبياني للدالة العكسية زيم وانزا متماثلان بالنسبة للمستقيم الذي معادلته y تساوي x. وإذا كان منحنى الدالة جي يقبل مقاربا أفقيا معادلته y تساوي ناقص 3، فإن التمثيل المبياني للدالة العكسية جيم وانزا يقبل مقاربا عموديا معادلته x تساوي ناقص 3. فننشئ منحنى الدالة جيم وانزا وهو مماثل لمنحنى الدالة جي بالنسبة للمستقيم الذي معادلته y تساوي x. والسلام عليكم وأستودعكم الله.